إذا هون عم بدي أطلع في هون رح يكون عندي إكس 1 وإكس 2 اللي هم إكس 1 رح أفترضها تي إي وإكس 2 رح أفترضها تي والأوتبوتس من هون رح أطلع واي 1 بتساوي تي إي واي 2 بتساوي تي. إيش معنى إنه أنا أكون حاطط واي 1 بتساوي تي إي واي 2 بتساوي تي؟ إنه أنا قست التنين حطيت عليهم سنسرز. هلا ممكن ناس يقولوا تي اي مش مهمه كثير اللي هي درجه حراره الالمنت، شو بهمني اعرف درجه حراره الالمنت؟ صحيح يعني انا بهمنيش كثير اعرف درجه الحراره ولا اتحكم فيها، بس احنا هون مفترضين انه هذا ستيت سبيس موديل مشتقينه كامل لكل هدول. هلا اذا بدي اطلع واي 1 واقيسها وتكون تي اي واطلع واي 2 واقيسها وتكون تي، شو لازم تكون سي؟ سي بالحاله هاي لازم تكون الايدنتيتي ماتريكس 1 0 0 1. هون عمالي بطلع انا شو ستيت فاريبلز بطلعهم ببينوا عندي برا. فبصير عندي سي بتساوي 1001 معناها واي 1 هي الفاريبل الاول، واي 1 بيساوي اكس 1 واي 2 بيساوي اكس 2، مشان عندي على الاوتبوت واي بتساوي سي اكس، دي راح افترضها 0 من هون فصارت عندي سي 1 0 0 1 مضروبه في ايش؟ اكس 1 اكس 2، واي هي عباره عن y1 y2 مش هيك مضبوط؟ اذا y1 شو بتساوي؟ y1 بتساوي x1 y2 بتساوي x2. اوكي الكل فاهم ليش كيف؟ لما حطيت السي ايدنتيتي ماتريكس صار عندي هون x1 عمالي بطلعها كاني حطيت عليها سنسر، ركبت سنسر على x1، ايش x1 بالحاله هاي راح تكون؟ temperature of the heating element. فبصير عندي هون y1 الاوتبوت اللي هو من السنسر، يعني هون حاطط انا تمبرتشر سنسر بيساوي تي اي اذا بدك تحطها از فانكشن اوف تايم وهاي از فانكشن اوف تايم، واي 2 من السنسر راح تساوي تي از فانكشن اوف تايم، هذه اللي هي تمبرتشر اوف ذا هيتنج اليمنت وهاي تمبرتشر اوف ذا. اوكي ماشي صار عندي هاي، فهون انا سي راح اخذها. هلا دي راح تكون عندي اذا كان 2 انبوتس 2 اوتبوتس دي المفروض تصير 2 باي 2 مضبوط؟ انا عندي 2 انبوتس 2 اوتبوتس لهذا السيستم. هلا ايش بدي اطلع ضل؟ لازم اطلع اي ولازم اطلع اي. طيب حتى نعمل هيك هلا فرضنا احنا انه اكس 1 بتساوي اكس 1 بتساوي تي اي واكس 2 بتساوي تي، راح نحاول نحط هاي المعادله بهاي الدلاله. فعندي هون انا تي اي وعلى الجهة الثانية راح يكون تي اي دوت، عفوا هاي اكس 1 دوت مش هيك؟ ايش عندي هون؟ اكس 1 اكس 2 وهي يو 1. فهي راح نحطها بهذا الشكل، راح تصير عندي تي دوت بتساوي بدي اخذ اول شيء معامل تي اي، ايش معامل تي اي؟ ماينس اتش اي 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 على ام اي سي بي، اتش اي 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 على ام اي سي بي في تي 1 زائد تي ماينس في ماينس بصير بلس، بصير عندي تي. اذا بدكم الان حطوا هدول بتحبوا تحطوا هذه هون تي از فانكشن اوف تايم فانكشن اوف تايم فانكشن اوف تايم، ايش مضروبه تي؟ مضروبه بنفس الهاد بس مضروب في بلس، فبصير بلس اتش اي 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 على ام اي سي اي. ايش ضل عندي اليو هلا؟ كيو تي هاي اللي هي 1 على ام اي سي اي كيو اوف تي، وهي رح نفترضها انها يو 1. هاي اول معادله، هاي اذا بدكم تحطوا تحتها هون هاي كانه عندي هون اكس 1 دوت بتساوي فاليو معين اتش اي 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 على ام اي سي اي مضروب في اكس 1 اوف تي زائد H E A E على M E C E X2 مضروب في X2 of T زائد هون واحد على M E C E مضروب في 1 زائد 0 في 2. اوكي مش هاي هي الطريقة. هلا إذا بدي أطلع ستيت سبيس موديل لازم أحول أحط X1 أحط كل الدوتس على جهة وأحط كل الفيربلز الثانية اللي هي ستيت فيربلز على هاي الجهة اليوز على هاي الجهة عشان يطلع معي معادلة اللي هي x دوت بتساوي ax بلس
ايوه ها مكتبين هاي المعادلة. هدول ماتريسيس فيكتورز. اوكي اذا هاي المعادلة الأولى. المعادلة الثانية عندي تي دوت هون اوريدي جاهزة. ايش عندي على الجهة الثانية؟ في عندي تي اي اللي هو اكس 1 اكس 2 اكس 2 وهذا راح يكون هذا يو 2 يو 2 تمام. اذا بصير عندي هلا هون تي as a function of time dot بيساوي اول شيء راح اخذ معاملات تي اي. تي اي فيش له غير هذا المعامل اللي هو اتش اي اي على ام سي. هذا مضروب في تي اي as a function of time زائد بدي معامل تي. معامل تي له معاملين تو تيرمز في الترم هذا والترم هذا. فبصير عندي اتش اي اي ام سي على ام سي اتش اي 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 على ام سي. ايش اشارته؟ ماينس والجزء الثاني اللي هو زائد وهذا ناقص كمان دبليو على ال. هي طلعت في ماينس برا للتنين. وهون عندي ايش بصير؟ تي از ا فانكشن اوف تايم زائد زيرو يو 1 اوف تي. ما فيش كيو عندي هون بهاي. وايش عندي اخر شيء؟ معامل تي انبوت اللي هو دبليو على ما بلاش تسميها يو 2 هاي راح تكون كيو كيو وهاي راح تكون اسمها تي ان از ا فانكشن اوف تايم. فهاي بتصير كانها اكس 2 دوت تساوي اتش اي 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 على ام سي وهذه اكس 1 اوف تي ماينس اتش اي 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 على ام سي زائد دبليو على ام وهاي مضروبه في اكس 2 of t زائد 0 u1 of t زائد w على m u2 of t. صار عندي معادلتين two differential equations محطوطين بالشكل هذا. راح احولهم هلا من scalar format ل vector format. ايش بصير عندي الان؟ ايه ناخذ المعاملات هذول اللي هم هذا هي a11 A12 A21 A22 مضبوط. إذا A11 minus HEAE على ME CE بعدين عندي HEAE بس اختلاف الإشارة ME CE بعدين عندنا منزل هون HEAE على MC HE AE على MC. هاي كانت ME للإلمنت CE للإلمنت. هذه MC للفلويد. وآخر إيش إيش عندي؟ ماينس HEAE على MC HEAE على MC زائد WM بس الماينس للكل مش هيك؟ زائد W على M. هلا إذا بدك تعمل dimensional checking المفروض هدول يطلع تطلع نتأكد من اليونتس تبعتهم. فبتقدر تتأكد من اليونت المفروض مثلا هدول التنين تكون نفس اليونتس لهم W على M B. هلا عندي B من هون لما نيجي نطلع راح يكون عندي هلا هون هذه 0 T input of T. فعندي هلا هاي راح تكون 1 على ام اي سي اي 0 0 هون مضبوط حطينا هذول المعادله اللي تحت هاي 0 0 دبليو على ام من تحت 0 دبليو على ام واللي فوق 1 على ام اي سي اي. صار عندي ستيت سبيس موديل كامل للسيستم. طيب لو ما بدي اعمل ستيت سبيس موديل كيف كان ممكن اكمل هناك لو بدي اطلع ترانسفير فانكشن؟